Je suis revenu à la maison après une longue absence pour enterrer ma mère. Le soir même, j'ai vu mon père, que je n'avais pas vu depuis l'âge de 13 ans. Il m'a chargé de rendre une amana à un certain cheikh Mohaddin que je ne connaissais pas. Il m'a fait jurer de le retrouver et de lui rendre la amana. En somme, vous me conseillez. Oui. J'ai donné ma parole en rêve à mon père en pensant que je ne dépasserai pas le Grand Tunis. Après Oxford, Murcie, Grenade, Séville, Courdou, Fès, Istanbul et Konya, me voilà à New York. I know what you're looking for. À New York, à l'église Riverside, le New York Open Center et Ibn Arabi Society avaient organisé une rencontre autour des œuvres du Cheikh Mohaddin. J'espérais enfin qu'il serait là. Aller voir Mohamed Ali Haji Youssef.
كان يعلم أن الله خلق العالم، ولكن المشكلة أن العالم كثير وفيه أشخاص كثيرين، وبالتالي كيف يمكن لله الخالق الواحد أن يخلق هذه الكثرة؟ وفي نفس الوقت لا بد للخالق أن يكون له وجه ينظر إلى كل شخص من أشخاص هذه الكثرة، فإذا لا بد أن تكون هذه الكثرة وهمية، وبالتالي لا بد أن نعرف كيف تتم عملية الخلق. هل هي خلق وانتهى؟ وبالتالي هل أشخاص العالم مستقلون عن الخالق وتمر عليهم اللحظات بشكل مستقل، أم أن الخالق دائما ينظر إليهم ويعيد وجودهم من جديد؟ فكان يقول أن العالم لا يمكن أن يستمر لحظتين، لا بد أن يفنى في كل لحظة ثم يعاد خلقه من جديد، وبالتالي إذا كان العالم يفنى ويخلق من جديد، عملية الخلق دائما مستمرة، فهو يخلق ثم العالم يفنى ثم يخلق ثم يفنى، وهذا اعتمادا على قوله تعالى في القرآن الكريم: بل هم في لبس من خلق جديد. حتى نفهم هذه الفكرة لابد أن نفهم كيف يمر الزمن على هذا الخلق. فالزمن لا يمكن أن يكون مستمرا، هناك حد أدنى للزمن، يوم أدنى يسمى اليوم الفرد، لا يمكن تقسيم هذا اليوم. في كل يوم من أيام الشأن أو أيام الفرد يتم خلق شيء واحد فقط، ثم تتكرر هذه الأيام وتتكرر الشؤون، فمع تكرار هذه الأيام ومع تكرار الشؤون تنشأ الكثرة في العالم.